واعذرني يا اناح يا اخويا. قصدك ايه؟ قصدك ايه دي؟ قصدك بها مين؟ قصدك بها مين دي؟ ايه المقصود بالحركه دي لينا احنا؟ ما اظنش ان انت قصدك علينا، اصل احنا ما عيطناش اطلاقا، يعني احنا ما عيطناش يا جماعه، اخواتنا المغاربه احنا ما عيطناش، احنا اول ناس انتقدنا منتخبنا. بس اوعى اكون قصدك علينا يا اناحي. انت النهارده مسمينك النحله، انت عمال بتلف الملعب كله وجبت بدل اللي يعني جبت جون وجبت، وكلكم المنتخب فعلا المغربي اثبت ان هو ما بيلعبش على 1-0. الرسائل كلها وصلت، انتوا بصراحه اللي قلتوه عملتوه. بما يرضي الله المنتخب المغربي لعبته بتتكلم ان هو ما بيحبوش نظريه ال 1-0، جابوا فعلا 3 ما كسبوش 1. خلاص رسالتك وصلت، قلت ان المنتخبات الباقيه ما بتلعبش كوره وكورتهم تعبانه. يا عم كلامك طلع صح، بس خلاص بقى. ليه يا بابا؟ ليه 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 تكمل على اخواتك يا بابا؟ خير يا حبيبي؟ ليه اخواتك اصلا زعلانين لوحديهم؟ ليه تزود؟ ليه تزود يا اناحي؟ يا ريت تهدى يا عم اناحي. احنا طالعين اهو امبارح مع اخواتنا المغاربه ومبسوطين لهم وفرحانين. اي نعم هم سابونا وفلقوا واحنا بس اللي خسرنا النهارده، ولكن في النهايه احنا فرحان لكم والله. كل الناس